من موقع الحدث وعملية الاستهداف الإسرائيلية لمركبة في جنين مع عميد شحادة ينضم إلينا من جنين. تفضل عميد. نعم، نحن الآن في الموقع الذي قصفته طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين على مركبة فلسطينية وسط مدينة جنين، في هذا الموقع تماما، وهذه هي المركبة التي تعرضت للقصف. بحسب مقاطع الفيديو التي تم توثيقها هنا قبل عملية القصف من مركبات أخرى عليها كاميرات، فإن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخين على هذه المركبة، وتم نقل شهيدين من داخل هذه المركبة إلى مستشفى جنين الحكومي، وحتى اللحظة لم يتسنى للطواقم الطبية التعرف على هوية الشهيدين اللذين سقطا بعملية القصف التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة على هذا مدينة جنين. إنه أيضا بالإضافة للطائرة للسيارة التي تعرضت لعملية القصف، هناك سيارات أخرى لمدنيين فلسطينيين يتم نقلها من هذا الموقع بعد أن طالتها شظايا الصواريخ في هذا الموقع من القصف. إذا عملية القصف طالت أيضا مركبات أخرى، عملية القصف كانت لمركبة الرئيسية وشظايا الصواريخ جاءت على مركبات أخرى، ما أدى لإصابة مدنيين من كانوا في هذا الطريق الرئيس وسط مدينة جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي عاودت مرة أخرى وسيرت طائرات مسيرة في سماء المدينة، وهناك تحليق عارة الطائرات المسيرة لتحلق مرة أخرى في سماء مدينة جنين بعد تنفيذ عملية القصف على هذه المركبة. المواطنون الفلسطينيون بدأوا بالوصول إلى هذا الموقع مع تنفيذ عملية القصف، ومن ثم إلى مستشفى جنين الحكومي في محاولة للتعرف على جثامين الشهداء، إلا أن الجثامين وصلت في حالة صعبة جدا متفحمين، ولم يتسنى التعرف عليهم حتى هذه اللحظة. كما نشاهد يتم نقل هذه المركبة التي تعرضت لقصف بصاروخين من طائرة مسيرة إسرائيلية، ليست أول مرة يتم فيها تنفيذ عملية قصف على مدينة جنين أو في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، هذه المرة 63 التي تقصف فيها طائرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. وحتى هذا اليوم هناك تخوفات من استمرار عمليات القصف، تحديدا مع عودة الطائرات المسيرة للتحليق مرة أخرى في سماء المدينة بعد تنفيذ عمليات القصف التي أدت إلى استشهاد شابين في هذا الموقع. إذن تم نقل المركبة في هذه الأثناء، هذه هي المركبة التي تعرضت للقصف. يتم نقلها من هذا الشارع وسط مدينة جنين، عملية قصف جديدة على مدينة جنين واستشهاد شابين في تنفيذ عملية القصف هذه بطائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على هذا الموقع، ما أدى لاستشهاد شابين وإصابة آخرين من المدنيين الذين كانوا في محيط المركبة. المركبة كانت في شارع مزدحم بالسيارات، وعملية القصف حصلت لهذا الموقع خلال مرور مئات المواطنين الفلسطينيين من هذا الموقع. شهدنا نقل للمركبة التي تعرضت للقصف ومركبات أخرى لمدنيين فلسطينيين كانوا في الطريق عندما طالتهم شظايا عملية القصف في هذا الموقع. إذن شهيدان وعدد من الإصابات تم نقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي بعد قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية وسط مدينة جنين. حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن هوية الشهداء ومن أي منطقة الشهداء، لا يوجد أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة عن هوية هذين الشهيدين. ووزارة الصحة الفلسطينية أكدت أنه لم يتم الإعلان عن هوية الشهداء، رغم أن هناك تناقل لأسماء شهداء من مصادر محلية، إلا أنه عمليا لم يتسنى التأكد
من أسماء الشهداء لمعرفة من هم ومن أي تنظيم. نسمع إطلاق نار كثيف الآن في مدينة جنين وتحديدا من مخيم جنين، الآن إطلاق نار كثيف في هذه الأثناء. مئات المواطنين بدأوا بالتوافد على مستشفى جنين الحكومي في محاولة للتعرف على جثامين الشهداء، رغم أن هذا الأمر قد يكون صعبا خلال الساعات القادمة، لأن من تم نقلهم من هذا الموقع شهيدين ولم يتسنى التعرف على هويتهما نتيجة للحالة الصعبة التي وصلوا بها إلى المستشفى محترقين بالكامل. المركبة التي كان الشابان يستقلانها تعرضت لصاروخين من طائرة مسيرة واحترقت بشكل كامل. لم يتمكن الدفاع المدني من إخماد النيران التي اشتعلت في المركبة. نعم، سنعود إليك عميد في وقت لاحق لمعرفة مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الاستهداف الجديد في الضفة الغربية، تحديدا في جنين والذي أودى بحياة فلسطينيين، إذن شهيدين في استهداف لمركبة في جنين. التفاصيل